تراثنا قصة تروى، رواية وشعر وقصص شفهية واستعراض الموسيقى السعودية كلاسيكية وغيرها. تحتفي هيئة التراث بمرور 20 عاماً على اتفاقية 2003 للتراث غير المادي، مع جمع من فئات المجتمع من المختصين والمهتمين والعاملين في القطاع التراثي الثقافي. نريد أن نعرف الناس ما هو التراث الثقافي غير المادي بطريقة مبتكرة، يعني فعالية غير رسمية جدا، يعني فيها مكان مفتوح، فيها مختلف العناصر، سجلت السدو والقبط العسيري وغيرها من العناصر الجميلة. التراث غير المادي جزء مهم من المخزون التراثي والثقافي لأي بلد في العالم، كالتقاليد والفنون والمخزون الفني واللغوي وغيرها. عرضتها هيئة التراث بشكل تفاعلي وجذاب لإيجاد تجربة فريدة من نوعها. نعرض العناصر المسجلة 11 عنصر في قائمة التراث الثقافي غير المادي، ونعرضها بطريقة مختلفة، يعني مثلا جهة الخط العربي فيه تجربة الخط، تجربة تعرف على أنواع الخطوط وتاريخ الخط، القط العسيري فيه منتجات ممكن تشترى ممكن تهدى، وفيه أيضا تعريف بالقط العسيري والزخارف وأصول بعض الزخارف وهكذا. طبعا بقية العناصر مثل ما قلت أنه هذه فعالية ما هي، يعني نعتبرها شوية إذا أنا بستخدم شكل العامية كفعالية شبابية، يعني خفيفة لمن يرغب أن يأتي أن يقضي ساعة أو ساعتين في هذا المكان الجميل في قلب حي السفارات. تأتي هذه الاحتفالية للتعريف بالجهود الوطنية في صون وحماية التراث الثقافي الغير مادي، والتعريف بالمبادرات ومشاريع قطاع التراث الثقافي المتنوع. يا نجد حبيبي.